طاطا هذا يختلف بطاطتنا هنا اسمه تربة مالو زين. الزرع يبدأ 10/8 الزرع يبدأ ينزرع وينقلع بالشهر 12، يبدأ بال 12 القلع الموسم الخريفي. ايه يبدأ القلع من شهر 12 شوف شهرين هيجي 3 شهور. ايه مساحة تقريبا 150 دونم ويوميا نطلع تقريبا فوق ال 15 طن نستورد على علوة، علوة العراق. اخوي احنا نطلع بطاطا من هنا من البستان ودي على علوة العراق، علوة العراق علوة شبيرة. نستورد من غادي يستورد بالعلوة على جنوب. على جنوب على بصرة على مناطق الشمو الكامل. بطاطتنا يختلف هنا بقعنا التربة مالنا يختلف عن باقي الشمو مالهم. القياعين مالهم يزرعون شيء قليل. فاحنا هنا بالموصل كله خاصنا القبه كله فلاليح. كل القبه يزرعون بطاطا. نوعيه البطاطا لازونا وبطاطا رقم واحد لازونا. يعني يساعد الجو يعني يصير عندنا زين الا لازونا. باقي الاصناف ما يصير عندنا. حاليا ماشي عندنا لازونا. غير نوعيه نزرع ما يصير. ما لان الجو مالنا ما يساعد. والله الزرع اول ما تجي تربص القاع 5-6 ساعات تنطي له مي على القاع وتسوقه بالتراكتر وبعدين تجيب له درج تحط به درج تقريبا سفره 250 الف كل سفره كل دونم سفره درج يروح له توزع الدرج ماله تضرب له خرماشه وتجي تنصب المرشه ماكو وقام ترجع تربصه فرد 5-6 ساعات وبعدين ترجع يبدا الزرع. يعني مني بس يومين ثلاثه تجيب التراكتر تجيب البذور تجيب البطاطا وتبدي بالزرع.